بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله هذه الآية المباركة هي خطاب فيه إنشاء أقل ما يستفاد منه استحباب التفكير الجاد في الإتيان بفريضة الحج ولو على نحو الندب، لأن هذه الآية المباركة لا تتكلم عن حجة الإسلام فقط، تلك الآية المباركة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تلك متعلقة بحجة الإسلام، أما هذه الآية متعلقة بأصل الحج وأنه محبوب عند الله عز وجل، بل في الروايات إشارة إلى أن هذه الآية المباركة شاملة للحج الواجب والمندوب، لأنه لما أذن خليل الله إبراهيم بالحج قال: أيها الناس، إن الله عز وجل يأمركم أن تحجوا بيته الحرام، فلبت الخلائق حتى من كان في الأرحام والأصلاب إلى يوم القيامة. الروايات تقول: منهم من لبى مرة، ومنهم من لبى مرتين، ومنهم من لبى عشرا، ومنهم من لبى خمسين، وهكذا بعدد تلبيات الإنسان في ذلك اليوم ولو كان في الأصلاب كتبت له عدد الحجات، فمن لبى خمسين ذاك اليوم كتبت له خمسون، ومن لبى مرة كتبت له مرة. معناها أن هذه الآية المباركة تستبطن أيضا الحج المندوب، وهي تشجع الإنسان دائما أن يطلب من الله عز وجل أن يرزقه حج بيته الحرام في نفس العام الذي هو فيه، ولو كان يعلم يقينا أنه لن يستطيع. يعني صور واحد يوم الثامن من شهر ذي الحجة هو في نيوزلندا، طيب، وحتى جواز ما عنده، افترضوا يعني مثلا يعني في استراليا، في امريكا، في روسيا، في منطقة نائية، جواز ما عنده اصلا، افترضوا يعني ما مطلع له جواز بعد، او جوازه منتهي يحتاج الى زمن حتى يصدره، والحج ما بقي عليه الا يوم واحد، لان يوم الثامن يوم التروية بعد. زين، هذا يستحب له أن يقول: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، أم لا يستحب له؟ مستحب. أولا سبحان الله، قد يوفق، ها، ولو نتصفح نحن حياة الناس ها لطالعتنا أحداث ووقائع كثيرة من هذا القبيل، أن الإنسان كتبت له الحج وهو في ليلة التاسع
ليلة التاسع من عرفة أو صباح يوم التاسع قبل الوقوف في عرفات كتبت له الحجة. هذا واحد. ثانيا لكسب الثواب، حتى الإنسان لو لم يوفق فعلا لا أقل يدرك ثواب الحاج. ولهذا عندنا أعمال إن شاء الله نتكلم عنها في الجمعة القادمة بإذن الله، هناك أعمال من لم يوفق للذهاب إلى مكة المكرمة للإتيان بمناسك الحج، هناك أعمال يستحب للإنسان الإتيان بها ليشارك الحاج في ثوابه. فلا أقل في مثل هذه الساعة نطلب من الله سبحانه أن يرزقنا حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، مو فقط الثواب، دعاؤنا أن يرزقنا الحج فعلا، وقد يشاء سبحانه، فإن لم يكن فعلى أقل تقدير ندرك ثواب الحاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وإياكم وسائر عباده المؤمنين حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وأن لا يخلنا من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.